يصير ميلاد السيد المسيح حدثا يهم كل إنسان على وجه هذه الأرض. وفي هذا الحدث الذي رغم أنه حدثا كبير وغير متكرر في التاريخ، إلا أن التفاصيل فيه صغيرة جدا. فقد وقع هذا الحدث في قرية صغيرة مغمورة تسمى بيت لحم، وكلمة بيت لحم كلمة عبرية تعني بيت الخبز. ووقع في هذه القرية الصغيرة ليس في بيت أو في محل، ولكن وقع في مزود أي حظيرة للبقر أو المواشي بصفة عامة. وقع هذا الحدث أيضا للقديسة مريم العذراء وهي الصبية الفقيرة والتي تربت في الهيكل كأنها تربت كده في بيت أو في ملجأ. ووقع هذا الحدث أيضا في ليلة باردة وفي ظلمة الليل. ولكن الشيء الذي نراه في هذا الحدث كشيء كبير هو النور الذي أحاط بأحداث وتفاصيل قصة ميلاد السيد المسيح. النور، والنور يا إخوتي نحن نحتاجه كثيرا في حياتنا، النور. ولما بيحصل كده النور يتقطع مرة في وسط أي مكان وبعدين يجي بعد شوية، تلاقي الناس كده تلقائيا تهتف طول الله فرحانين أن النور جه. النور، النور الذي يحتاجه الإنسان ليس النور المادي فقط، ولكنه يحتاج النور الداخلي الذي نسميه أحيانا الاستنارة. ومغبوط هو الإنسان الذي يسعى دائما للنور ويعيش في النور ويتمتع بالنور. في أحداث ميلاد السيد المسيح وقبل الميلاد جاء القديس يوحنا المعمدان، ويوحنا المعمدان كان نبيا يهوديا مهوبا في المجتمع اليهودي، ولد قبل السيد المسيح بستة أشهر. ويقول عنه الكتاب أنه جاء ليشهد للنور، لم يكن هو النور بل ليشهد للنور، كان شاهدا للسيد المسيح. ومن هذا النور انطلق من تلك القرية الصغيرة لكل إنسان يحتاج إلى هذه الاستنارة الداخلية في حياته. بنتعلم في مدارس وفي جامعات، وبنتثقف بقراءات ومطالعات، وبنعرف حاجات كتيرة، لكن يا بخت الإنسان الذي يمتلئ بالنور.